حفلنا بالترحيب بالضيوف الكرام الشيخ حمزة كامل رئيس مجلس الآباء والمدرسين والشيخ عبد الكريم نوري، فليتفضل المدير بالترحيب. باسم ثانوية الابتكار ملاكها وطلابها نرحب بالسيد رئيس مجلس الآباء و الأخ الكريم أبو شيماء لتشريفه يومنا هذا باحتفال بمناسبة عيد المعلم. كذلك نرحب بالأخ العزيز أبو سجة، حلوا ضيوف كرام علينا في هذه المناسبة العزيزة، فأهلا وسهلا بهم بهذه الوقفة لوقفة يوم الخميس وعيد المعلم، فترحيبا بهم فتصفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. اللهم ربي ارحم شهداءنا الأبرار وادخلهم فسيح جناتك. السلام عليكم يا أبناء الحضارات وصناع الأمجاد، أستاذ المدرسين الأفاضل، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وعيدكم مبارك. لكم منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على جهودكم الثمينة والقيمة من أجل الرقي بمسيرة مدرستنا الغالية، وللنجاحات أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه. لذا نقدر جهودكم، فأنتم أهلا للشكر والتقدير. لكم منا كل معاني الحب والتقدير، والذي يساوي حجم عطائكم اللامحدود. جميل أن يصنع الإنسان هدف في حياته، والأجمل أن يثمر هذا. لذا تستحق منا كل عبارات الشكر إلى من أعطى وسقى وروى علما وثقافة، إلى من ضحى بوقته وجهده ونال ثمار تعبه. شكرا لكم على هذا العطاء. ما ننسى المدرسات السيدات الفاضلات، مبارك عليكم العيد.
يا من أعطيت للحياة قيمة، يا من غرست التميز ومعانيه بين جدران مدرستنا لكي نحلق في سمائها، لذا نرسل لكم وساما من النور بعدد نجوم السماء من أجل العيش بين ناس احتضنوا العلم وعشقوا الحياة وتحملوا مصاعب العلم. لك معلمتنا الغالية كل تقديرنا على جهودك، صنعت مجدا وشيدت وطنا ربيعا أخضرا، فشكر الله لكم التصنيع الصنيع ودمتم رمزا وعطاء. كما أنني بهذه المناسبة الكريمة لا يسعني أيضا إلا أن أشكر إدارة المدرسة باعتبارها أن كل فرد منهم هو القلب النابض للمدرسة. نحن وأنتم نستطيع أن نقدم الأفضل لأولادنا الأحباء. يؤكد مجلس الآباء متابعة الطلاب من قبل أولياء الأمور والالتزام بأوقات الدوام الرسمي من خلال توضيح بعض الأمور التي تؤثر على الطلبة مثل المناسبات ومشاغل الأسرة وكذلك الملبس وتوفير الجو المناسب للطالب ومتابعة التحضير اليومي ودرجات الامتحان والمظهر العام والتجديد من قبل إدارة المدرسة لمحاسبة المقصرين وفق الضوابط والتعليمات. وختاما تقبلوا منا التهنئة بمناسبة عيد المعلم، حفظكم الله ووفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مشاركة الطالبة ملاك حمزة، فلتتفضل. السلام عليكم. أحتفل أنا معكم بهذا اليوم السعيد وهو عيد المعلم وأتمنى الخير لكل أساتذتي الأعزاء وأقول صحيح أنني التلميذ ولكنك أنت الأستاذ، ولكن الآن سوف تصغي إلي لأنني أتكلم، فأنصت جيدا علك تفهم يا أستاذ أن دورك أن تكون منارة سفينة الوطن بها تهتدي، أن تكون قدوة بها الأجيال تقتدي، أن لا تكون على طفولتي أنت المعتدي. أنا دخلت مدرستك لا لكي أرتعش من حضرتك، لا لكي أهان بإعاز منك، بل جئت حاملا في يدي قلمي وفي قلبي حلمي، جئتك لتطرد مني جهلي وتغرقني في بحر علمي، جئتك حاملا كراسي ومنقلتي بكل عزم أريد حل مسألتي، جئتك لأسرق منك حب القراءة فبربك لا تسرق مني البراءة، لا جئتك فعلا لكي تعلمني ومشعل المعرفة تسلمني، فعلمني كيف أسمو بأخلاقي، علمني احترام أستاذي وأترابي، أخبرني أنهم أخواني وأحبابي، علمني أن أرمي أصدقائي بالورود، أن أزرع في الأرواح سنبلة، علمني حب الحب ورسخ في نقاء القلب ولا أشتم لرفاقي في الحاضر وفي الغب، علمني أن الفرق في التفاصيل لا الألوان، أن الاختلاف للذات هو العنوان، علمني أن حب الإنسان من الإيمان، أنه بالكره لا تبنى ولا ترقى الأوطان، علمني بربك أن مهما جدا أن يحترم الإنسان، وأشكر أساتذتي لأنهم قدوتي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. الآن مشاركة الطالبة زينب ستار. السلام عليكم. قصيدتي بعنوان عيد المعلم. وقفنا جلاله احنا موش وقفة خوف، نبي عندنا المعلم روح نبديله، الخلص عمره كله مقابل الطبشور، خلص طبشوره بس ما خلص حيله، الجد والمعلم نفس الادوار، يجرب سامق الموتى في الشيله، نعس نجم ربه هو ما نفسان، قضى عمره سهر ما غلط فيه، مو شدت ولد يهدينا هذا اليوم، هذا اليوم هو اللي يهدينا الواقف. شكرا جزيلا. مشاركة الطالب رامي عمار. قصيدتي بعنوان يا ليتني كنت ترابا، مساح العلم اثنين الشبابي واجفنا الاعنة والركابي، فما القى لنا الطلاب عقلا ولا ترك لنا الدوام صوابي، قطعنا العمر صف من صف لصفي وجاهدنا المتاعب والسعابي، فلو عاش المدرس ألف عام لظل به الطلبة غرابي، وإن غضب المدير عليه يوما أحس الناس كلهم غضابي، ولو جمعت رواتبه الخوالي
من التعليم ما بلغ نصابي، دخول الصف وتدريس خلاهم وسألوه المروع كيف دار، وكم كان خلال العام رسكا وآلام وضغاط وتهابي، وإذا ما حظ مع الجيل لقضى عليه بالهم وانتحر اكتئابي. السلام على رسول الإنسانية معلمنا الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبخل البخل من يسمع اسم رسول الله ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. زملاء المدرسين، زميلات المدرسات، مدراء ومعاونين، فضتم وطابت أوقاتكم. نقف اليوم لنحتفل بكم ذكرى عيد المعلم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يطيب لنا في ذكرى عيد المعلم أن نسطر أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لكل تربوي مخلص أفنى عمره في تعليم أبنائنا العلم والمعرفة، من أجل أن يزيل عنهم الجهل وينير عقولهم بنور المعرفة والعلم، كي ينشئ لنا جيلا متسلحا بسلاح العلم، جيلا متبصرا بعلمه الذي استسقاه من معلمه. وها نحن اليوم نجتمع كي نمجد المعلم ونرسم حوله هالة نيرة، كونه مربي الأجيال وملهم الشعراء، وهو وراء كل عالم يفتح أمامنا أبواب المستقبل الباهر، فيغرس في كل بيت غرسة تزدهر بالثمر، وعلى يديه تكبر وبجهده يعلو المجتمع، فهو الشمس الساطعة التي تنير العقول. فاليوم تعجز الحروف والكلمات على السطور، فما من عبارات مدح ولا قصائد شكر تفي حقه، فهو قدوة لنا. فرد الجميل لا يكون إلا بالالتزام بما علمه لطلبته، والاستفادة من المعلومات التي رسخها في أذهان طلبته يصبح قادة المستقبل، فهو حامل أعظم رسالة متمثلا برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يفقد الأمل مع قومه ليحمل أروع رسالة ويعلم غيره إلى من كانت إشراقتهم مضيئة لحضارتنا، إلى ينابيع الحكمة، إلى شعلة المعرفة أينما حلوا وارتحلوا. هنيئا لكم هذا العطاء، هنيئا لكم يومكم هذا. وفي الختام نتمنى لكم المزيد من العطاء والازدهار والتقدم، وأنتم تحملون هذه المهنة المقدسة وتسهموا في سير بلدنا الحبيب نحو التقدم والنهوض والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله.